للمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من رام الله الدكتور نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني. مرحبا بك دكتور. إذا التصعيد ما زال مستمرا وخاصة بعد الحادث الأخير، حادث إطلاق النيران منذ ساعة. إذا يعني هل التصعيد ما زال يعني هو سيد الموقف في هذا المشهد الذي لم ينتهي، وربما يتم تصعيد أكثر غدا في يوم السبت من قبل المستوطنين اليهود؟ هذا صحيح ما تقولينه. نعم، التصعيد مستمر ولكنه ينتقل من منطقة إلى أخرى. بالأمس كانت القدس، و بعده أصبح على الجبهة الشمالية الجزء اللبناني منه، ثم غزة الأبيب، ثم الأغوار الآن. إذن نحن في دوامة عمل تصعيدي، سببه الأساسي هو استمرار الاحتلال بكل ما يحمله من أخطار محدقة بحياة الإنسان الفلسطيني وأرضه وحقوقه. وما دام هذا الاحتلال قائماً فكل ما هو يمكن أن ينسب للتصعيد يظل قائما. وأعتقد أن الإسرائيليين لم يستثمروا بعد بشكل صحيح في سلام دائم وعادل يجنبهم ما هم فيه ويجنبنا كذلك الأذى الملحق بنا. نحن نتوقع أن يكون رد فعل الإسرائيلي قاسيا على ما حدث، وخصوصا عندما يطلقوا علينا قطعان المستوطنين في أكثر من مكان من الأراضي الفلسطينية. نعم، ولكن دكتور نبيل، يعني بصفتك وزير إعلام سابق أنت تعلم جيدا أن هذا المشهد متكرر منذ سنين طويلة، ولكن في هذه المرة نرى أن هناك متغيرات كثيرة كإطلاق النيران من جنوب لبنان، التصعيد الذي أتى أيضا من هذه الجهة ربما أجج الموقف أكثر. يعني هل المنفعة من وراء هذه النيران هي أكثر من الضرر أم ماذا؟ يعني كيف ترى هذا التصعيد أو كيف تقيم هذا التحول سياسيا؟ يعني أنا لا أنظر للأمور من هذه الزاوية، إنما هنالك بديهية يؤمن بها الجميع، وأنه ما دام هنالك احتلال واستيطان، وما دام هنالك تعدي على المقدسات وتعدي على حياة الفلسطينيين وتحويلها إلى جحيم لا يطاق، إما بصورة مباشرة أو من خلال الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة حتى الآن ومنذ سنوات، يجب توقع أن يكون هنالك ردود فعل عنيفة. الأمر لا يحتاج إلى دراسة جدوى كيف ما الذي يفيد أكثر. الوضع القائم الآن أنه في حال استمرار الاحتلال علينا أن نتوقع نهايات مفتوحة أو أن نتوقع أشياء مفتوحة على صعيد التصعيد، وهذا ما بدأ منذ اليوم الأول للاحتلال وحتى نعم. يومنا هذا، ونحن نتحدث عن أكثر من نصف قرن. نعم، ولكن يعني هذه الدائرة المفرغة، في خضم هذه الدائرة أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن إسرائيل يعني سوف تتوقف إذا ما توقف الجانب الفلسطيني. هل من الممكن أن يتم التهدئة أو تنجح جهود الوساطة في ظل هذا التصعيد؟ إذا لاحظت أنه كلما كانت تجري وساطة وتنجح إلى حد كبير كان يأتي الخطر من الجانب الإسرائيلي عليها. حدث في العقبة قبل أسابيع اللقاء الذي نظر إليه على أنه لقاء تهدئة على مستوى عالي، نعم. أمريكيين ومصريين وأردنيين وفلسطينيين وإسرائيليين، ولكن أثناء الانعقاد حدث ما حدث في الضفة الغربية. نعم دكتور نبيل، عذرا دكتور نبيل، يعني معنا خبر عاجل وسأعود لاستكمال حديثي معك، حيث أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة للتصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار 48 ساعة الماضية على إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين
الفلسطينيين والمعتكفين، وما تالى ذلك أيضا من إطلاق لصواريخ تجاه إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة. هذا وقد طلب المتحدث باسم الخارجية المصرية جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح، محذرا من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة إذا ما استمرت موجة العنف الحالية. إذن دكتور نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني السابق، أنت ما زلت معنا وقد سمعت هذا البيان للتو الصادر عن وزارة الخارجية المصرية عن الموقف الرسمي المصري، ما هو تعليقك على هذا البيان؟ الموقف المصري يسير بالاتجاه الصحيح والفعال، وسبق لمصر سواء في لقاء شرم الشيخ أو على أي مستوى أن أبلغت إسرائيل وحذرتها بل ونصحتها بأن التمادي في العدوان على الفلسطينيين وانتهاك المقدسات سيؤدي إلى عواقب وخيمة، ها نحن نرى بعضا منها الآن. لذلك الموقف المصري المتوازن والمسؤول والذي يضع المصلحة الهدوء ومصلحة الشعب الفلسطيني أيضا وقضيته العادلة دائما في موقع مهم من السياسة المصرية عموما، هذا موقف مقدر. وأعتقد أن مصر عندما تعمل من أجل التهدئة فإنما تريد تجنيب غزة، تدمير شامل يقوم به الإسرائيليون إذا ما اشتعلت حرب واسعة النطاق، وأيضا مصر تحب أن تتجه الأمور نحو إيجاد مناخ ملائم لاستئناف العملية السياسية التي لا حل غيرها لما هو قائم الآن. نعم، طيب يعني دكتور، أيضا بنجد أن هناك دائما يعني ينصب غضب الحكومة الإسرائيلية خاصة الحالية على المسجد الأقصى عند أي شاردة أو واردة، ونجد أن الهجوم على المقدسات الإسلامية والمقدسات الدينية دائما هو رد الفعل الأول قبل أي شيء. يعني لماذا يصر نتنياهو على هذا الموقف؟ لماذا تصر الحكومة الإسرائيلية الحالية على هذا الموقف؟ وجود 100,000 وأحيانا أكثر من المصلين في قلب القدس وفي المسجد الأقصى، وكذلك الأمر بالنسبة للأماكن المسيحية، يفسد على إسرائيل ادعائها بأن القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل. لذلك عندما يكون هنالك مئات الألوف يرفضون الاحتلال ويكون هنالك كذلك جيش إسرائيلي وحرس حدود وقوات أمن تعد عشرات الألوف تنتشر في المدينة، هذا يعني أن لا أحد يصدق أن القدس عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل. لا. القدس الشرقية هي أرض فلسطينية وعاصمة للشعب الفلسطيني ولدولته القادمة، وكانت القدس عبر التاريخ هي لأهلها والذين يعيشون فيها بكثافة متزايدة. إذن الإسرائيليون يعتقدون أن كلما نشأت فعالية قوية في القدس كلما جعلت العالم ينظر إلى ضرورة حل هذه القضية وليس الموافقة على ابتلاع إسرائيل لها، وبالتالي هم يتضايقون كثيرا مما يحدث في القدس أكثر بكثير مما يحدث في أي مكان آخر. نعم، بالنظر إلى المواقف الدولية نجد أن هناك ردود أفعال دولية ولكنها لا ترقى إلى المستوى المنتظر في مثل هذا الحدث، والذي يعني يأخذ أيضا صبغة دينية خاصة في شهر رمضان المعظم. في خضم هذه الأحداث نجد أن هناك طبعا الصائمين والمصلين والقائمين بالليل، نجدهم لا يستطيعون دخول المسجد الأقصى بل يتم الاعتداء عليهم. يعني لا تجد إسرائيل
رد الفعل المناسب على قدر هذا الحدث بكل أسف. فربما الموقف الأمريكي من هذه الهجمات، يعني أعلنه السفير الأمريكي لدى إسرائيل يوم الجمعة بأن بلاده تتواصل مع أطراف مختلفة وأنها تحث على الهدوء وما إلى ذلك، وأضاف أيضا عبر حسابه على تويتر أن الولايات المتحدة تؤمن وبشدة بأن إسرائيل لها الحق في حماية نفسها، وهو كلام يعد مرسل، ألا يعد كذلك؟ طبعا لا لا، يعني خلينا نقول أنه هنالك نوع من عدم قدرة المجتمع الدولي وحتى الدول الحليفة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة من ردع الفلتان القائم في إسرائيل الآن. إسرائيل الآن لم يعد فيها مرجعية مركزية واحدة. الحكومة الإسرائيلية عبارة عن تحالف لعدة ميليشيات، كل واحدة منها تأخذ أجندتها بيدها. حاخام إسرائيل الأكبر المفترض أن يصدر فتاوى يلتزم بها كل الإسرائيليين أعلن حتى قبل ما حدث في القدس تحريم ذهاب المستوطنين اليهود إلى المسجد الأقصى، ومع ذلك ذهبوا. وبالتالي الآن يوجد حالة من فوضى المرجعيات داخل إسرائيل وهي معلنة تماما وترونها على الشاشات. نعم. ليس فقط من خلال التظاهرات التي تجري في تل أبيب، بل وأيضا من خلال عدم تقيد الميليشيات التابعة للقوى المشاركة في الحكومة بالتعليمات التي تصدر لها. إذن نحن أمام حالة العالم ينظر إليها بنوع من الاستغراب. أيضا حتى الأمريكيين، الذي أفشل الجهود الأمريكية في التادية هم الإسرائيليون، والأمريكيون يعرفون ذلك. لهذا نحن في وضع صعب للغاية، ولكن في نهاية المطاف أن إسرائيل تخسر. رؤية المصلين وهم يتعرضون لهانات والضرب من قبل الشرطة والقوى الأمنية أيضا ملأ العالم، وبالتالي لا أحد يمكن أن يقبل هذا المشهد الذي يقوم به الإسرائيليون. في كل الأحوال هذا صراع طويل ومرير، وعلينا كفلسطينيين أن نثبت على أرضنا وعلى أشقائنا وأحبابنا في العالم كله أن يواصلوا تضامنهم معنا، وإن شاء الله تكون النتيجة في محصلة الأمر لمصلحة الحق العربي والفلسطيني إن شاء الله. دكتور، طيب دكتور، يعني سياسيا على المستوى السياسي طبعا كلنا كنا نتابع في منذ 10 أيام تقريبا التظاهرات التي كانت في تل أبيب، ونعلم جيدا أن هناك بعض الأزمات السياسية لحكومة نتنياهو. هل يعتبر نتنياهو أن هذا الهجوم الإسرائيلي الحالي وهذه القرارات التي اتخذها مع الكابينت الإسرائيلي، هل يعتبر أنها إنقاذا له من أزمته السياسية والتي لم يكتمل عليها أسبوعان حتى؟ هل هي مخرج إذن؟ لا أعتقد ذلك. يعني هو يحاول تصدير الأزمة إلى خارج إسرائيل لعلها تؤدي إلى تحسين وضعه داخل إسرائيل. هذا أمر، نعم هذا ما أعنيه وأتساءل عنه مع نعم حضرتك. نعم أنا أدرك ذلك، لهذا أجبت على ما تعني تماما. نعم. لذلك الآن خلينا نشوف رد الفعل في إسرائيل. رد الفعل في إسرائيل عسر، أن هنالك المتظاهرون، هنالك المعارضة تؤيد نتنياهو في إجراءاته الأمنية، ولكنها تواصل إدانة نتنياهو فيما يفعل بشأن ما يسميه بإصلاح القضاء. هنالك نوع من الذي الفصل بين تطورات الوضع الداخلي في إسرائيل، وهي ستستمر بالمناسبة، وما يحاول نتنياهو أن يوحد إسرائيل على حساب دم الفلسطينيين وحقوقهم. في هذه العملية أعتقد أنه لن يكون الرابح على المدى الطويل، لأنه في نهاية المطاف سيخسر كثيرا لما ألحقت سياسته من ضرر لإسرائيل خلال الفترة الوجيزة التي وصل فيها إلى سدة رئاسة الوزراء مع تحالفه التي وصفته بالميليشيات التي تبتزه أكثر مما تتعاون معه.
نعم، هل موقفه هو شخصيا كما يعني يشير بعض المراقبين، هل يعتبر أنه يعاني من العزلة داخليا ودوليا أيضا أو من قبل حلفائه بأنه يعني لا يلقى الدعم الذي كان ينتظره في مثل هذه المواجهة؟ طبعا هو يعاني ليس فقط من عزلة، هو يعاني أيضا من فقدان مقومات كثيرة لصدقية رئاسته. مثلا في رئيس الوزراء في إسرائيل يتوج عادة في البيت الأبيض، وهذه ما تزال ممنوعة على نتنياهو، وهذا ما ألحق عادا بالغا به. إضافة إلى ذلك أن رئيس الوزراء في إسرائيل يفترض أن يكون لديه سيطرة ملحوظة على وزرائه وعلى الوضع العام في إسرائيل، وهذا لم يعد موجودا، بدليل أن سموتريتش وبن غفير وغيرهم يستخدمونه كغطاء لما يفعلونه بحرية على الأرض. وآخر ما حرر تشكيل الميليشيا الجديدة التابعة لبن غفير والتي يعارضها الجيش وقوات الأمن والمعارضة، ومع ذلك شكلت هذه القوة واعتمدت لها الموازنات وستقطع موازناتها من كل أنشطة الدولة في إسرائيل. هذا الوضع الذي ورط نتنياهو نفسه فيه أعتقد أنه لا مخرج منه بالصورة التي يتصورها ربما خيال نتنياهو أو تعوده في الماضي على سهولة الخروج من المآزق. الوضع في إسرائيل أكثر تعقيدا، وأعتقد أيضا أن هنالك مشكلتين جوهريتين: الوضع الداخلي في إسرائيل الذي إن وجد حلا فسيكون مؤقتا ويستمر الصراع، والوضع الفلسطيني الذي يشكل حتى الآن التحدي الدائم للهدوء والاستقرار، سواء كان هنالك عمل عسكري أو لم يكن. وفي إسرائيل يقولون ذلك: لن نتمتع بحياة هادئة ما دمنا نحتل شعبا آخر. هذا ما يقوله كبار المثقفين والمعلقين والمحللين وحتى السياسيين والبرلمانيين الإسرائيليين. إذن ترى أنه قد ربما قد أصبح عبئا على حلفائه وعلى من يدعمونه في هذه الحالة. أشكرك إذن شكرا جزيلا، كنت معي من رام الله الدكتور نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني السابق.